شوي 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 للحيوان. هلا فحمت خلاص. تعال هون. هلا فحمت بدت فحمت شوي يعني وقت بيجي التصوير كل شيء بدك تعمل. يلا وقت التصوير ما بيعمل شيء. يلا بضل قاعد على التليفون. واحد اثنين ثلاثة يا باشا. كيفك؟ شوي 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 لك حيوان. شوي شوي لا تغير. هيك الواحد ببلش؟ اضرب اضرب لا تضحك اضحك اضرب صور لا تعيط طيار. كيفك؟ مثل الحيوان. الواحد هون مثل الخلق. لك بتقتل اخوك؟ انا ما قلك بس بتقتل. ليه عم تبكي يا هلا؟ يعني كل ما بدها صوتك بتعمل مقلب. لا ما بنعمل مقلب، وقف امي يلا الصوت. يلا ما نصور مثل الخلق يا سلطان. خلاص ما بدنا نتبايع. ايه اللي لازم بدك تعمل؟ يلا عد منيح. يلا طب تعال هون. لا بس بدي مسحت معي. يلا استغفر الله. اخبرك انت سكوت انت سكوت. تعالي اذا بتبكي ساعة خلص. كل ما بدنا نعمل له كل ما هاي صاير لي شاب صرت شاب مانك ولد يعني اللي بهدلك قدام العالم. جننتني استغفر الله. يلا خيو واحد اثنين ثلاثة. كيفكم حبايبي؟ شد حالك شد حالك لك خالي شد حالك يا رب. لك شد حالك ما بضحكك ضب السنه. يلا يلا واحد اثنين ثلاثه. كيفكم حبايبي؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهذا الفيديو تحدي الهمس. يلا طبعا يا جماعه هذا تحدي الهمس. هلا رح نتحذر نشوف رح نعطيك كلمات نهمس فيها. انا مجهز كلمات خطيره. يلا مين من عند مين بنبلش اول؟ قبل ما بلش تحدي لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب. وقف وقف شوي شوي. يلا يلا قبل ما نبلش بالتحدي لا تنسوا. قول معه قول معه قول معه. تمام يلا. هلا ما بقى بتعرف هالشغله يعني؟ لك ما تضحك ما تضحك في شيء لا تضحك. لك ما تضحك. لك ما تضحك. والله مقلب. لا والله ما مقلب. لا والله مقلب. ليك الكاميرا مفتوحه متشغل ليش برد شغال؟ ما بنصور يا جماعه. انا ما بنصور تحدي الهمس. عرفت من اول جاي ما بتبعه فيني وهي يعني عرفت. انا ما بقول لك لا عم بكذب عليك يعني؟ لا ما تضحك ما تضحك ما تضحك ما تضحك ما تضحك لك ما تضحك. عم تتمايا ستون؟ ليه عم تضحك؟ ليه عم تضحك؟ ليه عم تضحك؟ عم بضحكك انا؟ ليه عم تضحك؟ ليه عم تضحك؟ ليه؟ عم بضحكك انا؟ مقلب مقلب مقلب. لا ما مقلب. عم بقول لك ما نصور تحدي الهمس. خلاص ما اذا الكاميرا مفتوحه ما نصور تحدي الهمس يعني مقلب صار. لك لك بدك تقتل اخوك قدام بدك تقتل اخوك. ما مقلب ما مقلب ما حيوان ما مقلب ما مقلب. طبعا هذا مقلب البكاء يعني ابكي هلا صرت لي ما بتبكي. اخ اخ طبعا هلا رجعت شو؟ تأمد؟ تأمد بالمقلب الاستفزاز؟ طبعا انت ما شفتوا هذا مقلب البكاء بالسلطان طول شوي نزلوا دموعه بس نزلوا يعني مرة مرتين نزلوا دموعه وبإذن الله بدي رده بأقوى وبأقوى ومقالب خطيرة. طيب محرم جيب لي محرم يوم جيب لي محرم. يعني عصبنا شوي بس نحن عم نمثل يعني هون في شيء جد عشان ما حدا بعرف محبي السلطان كثير مشان ما حدا يكرهنا هلا وزات ما لنا على مقلب مقلب الله وجهكم مقلب. انت مقبل على فتح قناه جديده مشانه ايه يعني عم نتمقلبها ما في شيء.
حبايبي هذا كان فيديو اليوم مع النسطاسات زعلان المقلب. عندما طلبكم كثير طلبتوا نعمل مقلب بسلطان باخترنا نعمل فيه مقلب البكاء. ضلينا نعصب عيلة بكينا. شو ما شايفين لسه هلا زعلان. فكرة ما في شيء ما في شيء بضحك انا عملت من المقلب. طبعاً بيبي منكم وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون اللايك لايك شير سبسكرايب كمان اعمل له مقالب خطيرة والله لك سلك تلفونك بالمقالب.